مساء الخير. الولايات المتحدة وتركيا تتوصلان إلى اتفاق مبدئي بشأن مدينة منبج السورية، يتضمن خارطة طريق من ثلاث نقاط رئيسة تشمل إشرافا مشتركا على مدينة منبج. المقاومة الوطنية المشتركة في اليمن تحرز تقدما جديدا في جبهة دريهمي جنوبي الحديدة، وتتقدم بعمق 3 كيلومترات. الكرملين يعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد غدا الجمعة لبحث سبل توسيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية وقطاع الاستثمار، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.